اف اوف اكس يساوي لنا ساين اكس. هاي الداله نريد نوجد المشتقه لها او اثبت بروف ذات ان المشتقه لها هذه تساوي كوساين. مشتقة الساين هي كوساين. شلون نثبت هذا؟ نثبته بواسطة الديفينيشن، بواسطة التعريف. تعريف شو نقول احنا؟ نقول عندنا أي دالة نريد لها ديريفيتيف يعني مشتقة، نقول الدالة الأصلية زائد اتش ناقص الدالة الأصلية على الاتش. هذا اذا اخذنا له ليميت يصبح هو عباره عن، دي واي الى دي اكس، الداله الاصليه اللي هي ساين، ناقص اي ساين اي ناقص ساين بي يتحول لي الى كوساين في ساين. هذا ساين ناقص ساين يتحول لي الى كوساين في ساين. فايش يصير؟ يصير عباره عن 2 في ليمت معاها طبعا. ليمت اتش ابروش تو زيرو دي واي الى دي اكس يساوي حسب هذه القاعدة شنو نقول عليها؟ حسب القاعدة ساين ناقص ساين تصير 2 في كوساين ساين المجموع والفرق. 2 في كوساين المجموع اللي هو شنو؟ اي زائد بي. الاي زائد بي الاي هو اتش زائد بي اللي هو اكس، هذا اي زائد بي على 2 مضروبة في شنو؟ في ساين الفرق. هذا ناقص هذا اكس زائد اتش ناقص الثانيه. لاحظ اي زائد بي على 2، اي زائد بي لاي هذا وهاي البي، اي زائد بي على 2 مضروبه في ساين اي ناقص بي. هنا اي زائد بي وهنا اي ناقص بي، هاي العلاقه على 2 طبعا، على 2 ومقسوم هذا بدل من بدل هذا، خليته هذا بدل هذا، ساين ناقص ساين صارت كوساين في ساين على كم؟ على الاتش. نبسطها شنو عندي اختصارات هنا؟ طبعا هذه ليميت اتش ابروتش تو زيرو، وهنا كذلك لازم نخلي ايضا ليميت اتش ابروتش تو زيرو وهذا الكسر. الناتج شنو عندنا؟ 2 في اكس زائد اكس، يعني معناها شنو؟ كوساين كم؟ كوساين 2x، 2x زائد h على 2. والساين ايش راح يصير؟ ساين الاكس مع الاكس تروح، تبقى فقط h على 2، h على 2، وكلها شو تكون؟ كلها تكون على h يساوي. طيب الان 2 طلع خارج الليمت، هذا المقدار ما يذكرنا بفد قانون احنا ماخذين سابقا، نقول ليمت الاكس ابروتش تو زيرو قبل ماخذيها ساين اكس على اكس شو يساوي لي؟ يساوي لي 1. اي مقدار زاويه على الزاويه نفسها ينطيني 1. هنا ايش ناقصتها؟ ساين اكس على اكس، هنا مو اكس، هنا اتش على 2، لازم هنا ايش تصير؟ لازم تصير اتش على 2، نريد لها 2 هنا، يعني كانما سوينا؟ قسمنا المقام على 2، لازم هذا ايضا البسط نقسمه على 2، او في نصف، نضربه في نصف، هذا ضربناه في نصف، هذا ايضا ضربه في نصف. يعني يصير هنا نصف وهنا نصف. الآن هذا تحقق القانون لو لا؟ شو يطلع لي؟ يطلع لي 1. فإذا شو يصير؟ 2
في نصف هاي النصف، في واحد واحد هذا الواحد، في ليمت هذا المقدار، ليمت الاتش ابروتش تو زيرو للمتبقي، متبقي منهم هاي الاثنين طلعناها والنصف طلعناه، في كوساين، كوساين كم؟ كوساين هذا المقدار، ليمت كوساين 2 اكس زائد اتش على 2 ويساوي النصف هذا الاثنين، النصف مع الاثنين تروح. طيب هذا نريد نعوض، احنا راح نعوض ليمت بعد، ما عندي بالمقام صفر، ما عندي مشكله الان نقدر نعوض. الان عوض بالصفر، كوساين 2 اكس على 2 هذا كم؟ صفر، فالصفر يروح يصير 2 اكس على 2 كم؟ اكس. فاذا مشتقة الساين هي كوساين، مشتقة الساين هي كوساين. نفس الخطوات بالضبط نعيدهن اذا كان السؤال اف اوف اكس يساوي لنا كوساين اكس.